السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جايب لكم مقطع جديد من فورتنايت ومع طور جديد إن شاء الله راح يعجبكم. لكن قبل كل شيء لا تنسون اللايك والاشتراك والنشاط وشكرا. أنا ما أدري والله، يعني عينك يزرفون، يا الزون كده على طول. تمه بس 19-1. يعني كلكم على البيت، ندري عنهم. حبيبي خليني اقتلك. ايوه يا اخي، المفروض دايركت على طول تجي موارد. ما ادري هل في احد عند البيت. بعدها البو صح؟ اوه بشكل في واحد قاعد يطلق بس ما ادري وينه. يا ستيف سود الله وجهك، خلص الموادي. ما ادري كيف اسرع واحد. شو اسمه يوصل للسلاح الاخير؟ واحد هنا عايش حياته. ترى امك يا شيخ. اوكي لا 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 نحطنا من بعيد. نقول ضربة ثانية ذيك. اوكي. قاعدين يبل. وات؟ كيف ميتين؟ خذ له. سنايبر. اوكي سنايبر هذا النكس راح من قريب. اخفى موارد شوي. الحراري هو صعب شيء لاني من اول ما عرفها. الحراري من اول الحراري خلص. نعم اوكي كويس. ميني جن سهل، بعد درام جن سهل، ما درام جن يا تسمع.
هذا مرسم من فوق الملعون. وظيفة يا دمي. يا حبيبي الاكسر احمر شو وضعه؟ الاكسر احمر اكثر شيء يطلع. في واحد صوب. شكله أول مرة أجرب. كم هربوا؟ صدق إني ما عرفت إن اللي معي يا أسود. أوكي. اغلب اللي معهم سنايبرات كذا نظامهم. تعال يا قلبي يا روحي. بيستول. وين العالم؟ اوكي انت حاقد علي. انا المركز الثاني ولا وش؟ لا بقى بقى هذا وشو؟ هذا القديم. عرفته. تعال يا قلبي يا روحي مالك سلام. يا حبيبي هذا شاخني من فوق. والله شاخني من فوق هذاك. هانتنج. يلا عاد يشوف الاين بالهانتنج. اكثر سلاح تبغى نسكت عاد يشوف. كويك سكوب. يا عمي هذا اخر سلاح. ما اقدم. لا لا ايش اللي تكفى؟ وين التقارير خلص علي؟ اتاخر بواحد. لا ما الظاهر انها اخر سلاح. شوف طلع لي بعد اسمه. انا ما ادري اصلا اي مركز. اوكي لا لا كلهم يطلع لهم مني اكثر نقاط ولا وش؟ يلا يلا
وباقيك على الفوز اربع رقاص، يعني اربع اسلحه. اوكي نزولي دايم غبي. يا عمري وش السلاح الاخير؟ شو ابو طلقة سنايبر؟ لا لا في واحد وراه بعد رمادي. حسبي الله عليك يا الاحمر، هذا من الصبح ينزرف مني، ما مخليني اخذ راحتي. لا يا حظك.